بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنتكلم النهارده عن الكمبيوتر كومبوننتس، مكونات الكمبيوتر. اي جهاز كمبيوتر بيكون من مجموعه من الوحدات، بتتنوع هذه الوحدات ما بين وحده خاصه بالمين ميموري اللي هي وحده الذاكره الاساسيه او الرئيسيه في الجهاز. وهذه الوحده بتنقسم لنوعين من الذاكرة، نوع اسمه الرام ونوع اسمه الروم. الرام طبعا دي اختصار لكلمة Random Access Memory، يعني ذاكرة الوصول العشوائية Random Access Memory، بينما الروم هي اختصار لكلمة Read Only Memory اللي هي ذاكرة القراءة فقط. وطبعا كل واحدة من دول ليها فانكشن معينة بتقوم بيها داخل الجهاز، بس هما الاثنين بيتأثروا مع بعض كمين ميموري، كذاكرة أو كوحدة ذاكرة أساسية في الجهاز. الوحدة الثانية عندي، ودي بنسميها البرين أو العقل بتاع الكمبيوتر، اللي هي وحدة السي بي يو. وبرضه السي بي يو اختصار لثلاث كلمات اللي هي Central Processing Unit، وحدة الذاكرة، وحدة Central Processing Unit، وحدة المعالجة المركزية. Central Processing Unit، وقلنا ان هي بتمثل عقل الكمبيوتر، لان كل العمليات الخاصة بمعالجة القراءة والكتابة من وإلى الذاكرة والعمليات الحسابية والفانكشنز اللي بتتم داخل الكمبيوتر بتتم عن طريق هذه الوحدة. الـ CPU دي برضو بتنقسم لوحدتين رئيسيتين، هي الـ ALU اللي هي Arithmetic and Logic Unit، ودي الوحدة الخاصة بإجراء عمليات الحساب والمنطق، والـ CU اللي هي Control Unit، ودي الوحدة الخاصة بالتحكم في جميع الوحدات بتاعة الكمبيوتر. يبقى الوحدة دي سميناها عقل الكمبيوتر ليه؟ لأن فيها وحدتي الحساب والمنطق ووحدة التحكم في باقي مكونات الكمبيوتر. عندي الوحدة الثالثة أو اليونت الثالثة بنسميها Secondary Storage Unit اللي هي وحدة التخزين المساعدة. احنا طبعا قلنا المين ميموري هي وحدة التخزين الرئيسية، في بيساعدها وحدات أخرى في التخزين اللي بنسميها Secondary Storage Unit. وطبعا عندي أشهر وحدتين بالنسبة للـ Secondary Storage Unit، الـ FDD اللي هو الـ Floppy Disk Drive، واللي ابتدى دلوقتي يختفي شوية مع ظهور الفلاش ميموري بانواعها المختلفه، والهارد ديسك درايف، وده طبعا اللي هو الهارد اللي موجود في الجهاز. الهارد ده بيعتبر وحده تخزين مساعده. عندي بعد كده مجموعه من وحدات الادخال زي الكيبورد، وطبعا الكيبورد اللي بنعمل عليه تايب رايتنج، اللي بنكتب عليه وبندخل النصوص التكست عليه للجهاز. وعندي ماوس، الماوس طبعا اللي بنقدر من خلاله نوجه الكارسر او السهم جوه الجهاز، ونقدر نعمل النافيجيشن بتاعنا. وعندي كمان الاسكانر، لو عايز اعمل سكاننج لاي ايمج وادخلها على الكمبيوتر في صورتها الاصليه بالوانها بابعادها بكل شيء خاص بيها او بالتفاصيل بتاعتها. وعندي كمان غير الكيبورد والماوس والسكانر المايك. المايك ده خاص بادخال الصوت، يعني انا ماسك مايك، المايك ده متوصل بالكمبيوتر عشان اعمل انبوت للايه؟ انبوت للصوت. وعندي كمان الكاميرا، والكاميرا طبعا متخصصة في إدخال الصورة على الكمبيوتر. يبقى كده. وطبعا الويب كام احنا بنقدر نعمل من خلال الويب كام ده شاتنج فيديو. من خلال الويب كام اقدر اشوفك وتشوفني عبر الانترنت. بالنسبة للوحدات الأخرى الخاصة بالإخراج اسمها Output Units، ودي متعددة برضو، ممكن نقول منها البرينتر عشان لو عايز اعمل برينتينج لاي ايمج، عايز اعمل برينتينج لاي تكست، عايز اعمل اي برينتينج لاي دوكيومنتس. عندي كمان المونيتورز،
والمونيتور بتديني الصورة اللي أنا بشوفها من خلال المونيتور، بتدهاني الإيمج اللي موجودة بتدهاني المونيتور. سبيكر اللي هي السماعات اللي بتطلع لي الصوت بتاعي أو بتطلع لي خارج الصوت بتاعي. كل هذه الوحدات بترتبط ببعضها البعض داخل الجهاز عن طريق مجموعة من الباسز، ممرات. والباسز ديت عبارة عن أسلاك دقيقة جدا بتبقى مصنوعة من مادة النحاس، اوكي، وبتبقى رفيعة جدا ودقيقة جدا، وبتبقى متغذية بيها اللوحة الأساسية اللي بتاخد كل المكونات دي مع بعضها البعض، أو بتركب عليها كل المكونات دي بعضها البعض، اللي اسمها المذر بورد. أو ممكن نسميها المين بورد، اللوحة الأم. يبقى المين بورد، لو فتحت أي جهاز دلوقتي هلاقي المين بورد بيوصل كل المكونات دي بعضها ببعض، وعن طريق الباسز الممرات. لو مسكت الكيبورد المذر بورد وقلبتها هشوف الباسز اللي ورا، الباسز دي هي اللي بتوصل كل المكونات دي بعضها ببعض، وبتنقل لي حاجه اسمها الداتا من وحده الادخال الى وحده المعالجه المركزيه الى المين ميموري الى السكندري ستورج يونت الى وحده الاخراج اللي انا بحددها تمام كده. يبقى المذر بورد دي اللوحة الأم الأساسية اللي موجودة في الجهاز بتاعي، والباسز هي المسؤولة عن نقل الداتا بين مكونات الكمبيوتر. وطبعا عشان نبقى عارفين ان الداتا بتاعتي هي عبارة عن داتا 01، لغة الكمبيوتر اللي هي الزيرو والوان، اللي هي بتتكون من نبضة سالبة ونبضة موجبة. ديت كانت شرح سريع عن مكونات الكمبيوتر، وهنشوف دلوقتي مجموعة من الصور اللي بتشرح هذه المكونات بالتفصيل. نشكركم.